ما الذي يدفع أو دفع مجموعة من الأحزاب والشخصيات للتوقيع على ميثاق لإعادة الاعتبار أو إعادة التقييم، تقييم المرحلة، خصوصا كيان الحرية والتغيير؟ لماذا الدعوة والحاجة لتوقيع ميثاق إصلاح لهذا الكيان؟ طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة للعودة لمنصة التعسيس هي دعوة قديمة وهي ليست جديدة، ولعل كنت واحد من المشاركين في تأسيس هذا الجسم عقب سقوط النظام في 16/4، وكنا أيضا من قيادات هذا الجسم في 26 ديسمبر 2018، عندما اجتمعنا في دار المؤتمر السوداني عدد من القيادات السياسية التي أسست لتجمع قوى الحرية والتغيير. ظلنا منذ بداية التكوين نتحدث عن ضرورة ضم هذا الجسم لكل المكونات التي وقعت على وثيقة إعلان الحرية والتغيير، وتم تجاوز، وكان هنالك شد وجذب بين أطراف الحرية والتغيير، إلى أن انتهينا لخمسة مكونات في البداية، اللي هي نداء السودان، الإجماع الوطني، التجمع الاتحاديين، المجتمع المدني، ومن ثم حصلت إضافة لتيار الوسط ولتيار للحزب الجمهوري. وأذكر أنه في العام 20 دعينا لاجتماع لنداء السودان، دعا له السيد الإمام الصادق بعدما انتهينا من العين السخنة، وحتى في العين السخنة في سبتمبر 2019 ناقشنا أزمة الحرية والتغيير في تلك الفترة. ومن ثم ظللنا نطرح مرارا وتكرارا ضرورة العودة إلى منصة التأسيس، حتى تنادت قوى سياسية أخرى وقوى وطنية وشخصيات وطنية للعودة إلى المنصة الأساسية، وبالتالي ليس هنالك جديد في هذا الأمر. يعني ظللنا لأكثر من عامين نتحدث في هذا الأمر، وطرحت مبادرات، وهنالك اجتماعات تمت بين المجلس المركزي للحرية والتغيير. طيب إذن أستاذ محمد، الأمر ليس جديد كما تقول، إذن ما المقصود بالعودة إلى منصة التأسيس؟ هل تريدون حل هذا الكيان وإنتاج كيان جديد، إصلاح هذا الكيان، أم ضم آخرين، أم ما الذي تبحثون عنه بالضبط؟ هو إصلاح هذا الكيان، لا أحد يستطيع أن يدعي أنه هو ينفرد باتخاذ القرار في هذا الكيان، ولذلك حتى الإخوة في المجلس المركزي جلسوا معنا مرارا وتكرارا، وكانوا يتحدثون عن ضرورة توسيع معون المجلس المركزي ليشمل كل الذين وقعوا في هذه الوثيقة قبل سقوط النظام. نحن في المرحلة الأولى لدينا 79 تنظيم وقعوا في ميثاق الحرية والتغيير، وبعد 11/4 هناك أيضا تنظيمات وقعت في ميثاق الحرية والتغيير. رأينا أن يتم جمع كل هذه القوى السياسية لكي ما نعبر بالفترة الانتقالية. حتى هذه اللحظة لا حديث عن المجلس التشريعي، لا حديث عن مفوضية تعداد السكان، لا حديث عن مفوضية الانتخابات، وكأنما سنسحب إلى نهايات وأمد طويل للفترة الانتقالية. نحن نريد أن نسحب إلى الانتخابات ليعرف كل منا حجمه، وليعرف مع من تقف الجماهير. ولذلك الذي حدث اليوم هو منادى للعودة إلى منصة التأسيس دون ما يخصى لأي مجموعة ساهمت في إسكار روح الثورة أو ساهمت في وضع خاتمها في إعلان الحرية والتغيير. هذا هو الخلاف بيننا وبين الإخوة في المجلس المركزي. جميل.